قام الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي بزياره عدد من مصابي العمليات الحربيه من ابطال القوات المسلحه والذين اصيبوا اثناء ادائهم لمهامهم في التصدي للارهاب بمدن شمال ووسط سيناء ونقل القائد العام للقوات المسلحه تحيه وتقدير الرئيس السيسي وتمنياته لهم بالشفاء العاجل مؤكدا ان القوات المسلحه ستواصل مهمتها في القضاء على ما تبقى من الجماعات الارهابيه وتضييق الحصار على الخارجين على القانون قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة عدد من مصابي العمليات الحربية من أبطال القوات المسلحة والذين أصيبوا أثناء آدائهم لمهامهم ويخضعون للعلاج حاليا بالمجمعين الطبيين للقوات المسلحة بكبر القبة والمعادي واطمأن القائد العام للقوات المسلحة خلال الزيارة على توفير اقصى سبل الرعاية الصحية للمصابين، وأوصى بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية، والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم، ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة للمصابين. وتمنيته لهم بالشفاء العاجل مؤكدا ان رجال القوات المسلحه لا يدخرون جهدا في الدفاع عن الوطن وحمايه حدوده وحفظ الامن في مختلف ربوعه معربا عن امتنانه بما لمسه من روح معنويه عاليه لدى الابطال المصابين واستعدادهم الدائم للعمل والتضحيه والعطاء ومن جانبهم قدم المصابون الشكر والتقدير للفريق اول محمد زكي على هذه الزياره مؤكدين ان الاصابه لن تثنيهم عن العوده والاستمرار لاستكمال مهامهم المقدسه من اجل الحفاظ على امن مصر وشعبها العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات